كل زوجة تعمل يجب أن توضع على الرأس، لأنه الشرع ما أجبرها تعمل ولا أوجب عليها تنفق على بيتها. لما الزوجة عم تفني عمرها وحياتها وشبابها لتدرس وتتعلم وتطرق كل يوم مشوار على شغلها، بدها تطعم الأولاد وتلبسهم وتوديهم على المدرسة، تحمل زنيخات الناس وترجع وتقبض المعاش وتصرف عليك وعولادك أو تصرف على أولادك بس تساعدك وتحط قرشك على قرشها، يعني هيدي بنت ناس، هيدي ما بتتزعل، هيدي ممنوع، ممنوع تنضرب بوردة، هي مش ممنوع يمد الإيد عليها. أما زوج مرته عم تشتغل لأنه ما عم تعطيه مصاري عم يضربها، في وقفة أمام الله. على كل حال الزوجة يا أخواننا منا رجل، مرأة تعبها غير تعب الرجال. بقولك إيه ما بتقعد شغلها 8 ساعات بس قاعدة، قاعدة المرأة غير قاعدة الرجال، وعظام المرأة غير عظام الرجل، وأحاسيس المرأة غير أحاسيس الرجل. بده الإنسان يبالغ بإكرام زوجته يا أخواننا، إذا كانت عاملة وإذا كانت غير عاملة.